أنا ذكرتني قصة رجل أتى في 27 رمضان ومر بمسجد فصلى عندهم، فقال في الأحياء حي عندكم أحد؟ أنا بطلع الفطرة زكاة الفطر. قال أنا عندي بيت في الحي رجل عنده 13 طفل، الله ومعظمهم بنات، ورجل أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج، ورويت به بسيط. يقول فأتيت في اليوم 28 أتيت بالفطرة، فذهبت لوضعها لأنها كياس كبار. يقول فخرجوا بسم الله ما شاء الله مع الباب بنيات بنيات، يقول كلهم عليهم من اللباس يعني الرث، ويكسروا خاطري. سألت بنية وهو فتفتح الباب، شريتهم ملابس العيد؟ قالت فيه عيد، ما درت ان العيد بيجي اصلا. قالت في عيد؟ قلت ايه بعد يومين عيد. قلت لا انا ما عندنا. شريته حلاوه العيد؟ قالت ليه؟ مسكين اصلا هي مبرمجه على انها تنتظر شيء. فلما خرج الرجل للمسجد طلع احد ابناء الذكور فاخذ الرز من هذا، فصليت جنبه قلت انا طالبك طلبه. قال نعم. قال عنده يقصالون جمس قديم، إذا اشتغلوا يسمعون الحي كله قديم. قلت أنا طالبك أنك أصحبك إلى مركز من المراكز التسوق وادخل بذريتك وأطفالك وخذوا ما شئتم، والله ما أقبل أنك تنقص عن أربع قطع لكل واحد امرأة أو طفل. الله يكسيه. قال لا 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 ضمني. قال لا تكلف نفسك، هذول أبنائي مو بأبنائك. قلت أبنائي عطيتهم وعطيتهم ولا الحين زعلانين. يقول شريت لهم ولا رضوا، وأعطيهم ولا رضوا، وأنتم ما تدرون عن العيد. فأخذهم إلى مركز من أكبر مراكز التسوق في المملكة وجيد يعني من النوعيات العالية، فأدخلهم وجاء المدير المعرض وقال لها إذا أتى الحساب خلهم يمشوا لسيارتهم ما لك علاقة. فأعطاه بطاقته قال هذا ضمان أن هذا يسدد. يقول منظر الجميل، الأطفال يشيلون من المنفوش الفساتين المنفوش تضمها، بابا هذا لي وذي لي وذي الأم تمسح دمعها من خلف نقابها، ويدعون شخص ما يدرون هو متلثم لاقن اللطمة وقاعد من بعيد. حتى خرجوا وركبوا سياراتهم ورجعوا. يقول العجيب الفاتورة هي قيمة فستان بنت من بناتي. الله أكبر. كل ذولي قيمة فستان ولا هي براضية عليه. يقول فخرجوا فجلست أبكي أبكي أبكي، أشوف الأطفال هم يدخلون بين الأسياب الملابس ودموع البلوم والشايب يمد. يقول فلحقت به وكسوته مما ألبس. يقول فمر علي عيد في شغاف قلبي لذة ما ذقتها منذ أن عرفت العيد، كسوت أبنائي وكسوت نفسي ما سعدت، كسوتها المحتاجين. فدوروا لكم يا الربع من منابت الخير هذا ومن خبايا الأجر هذه، وما أدراك، ويمكن هذه اللي إن شاء الله تجي يوم القيامة تكسوك.